دي كل مرة جاب لي 2000 ليرة معناتها هالمرة قديش بده يجيب على التأخير اللي تأخروا؟ الله يسرها بلكي تخرج علينا بس كور الديب وهير القضية. ما حرق المرش هالمرة. شو الفتح؟ السلام عليكم. أهلا بالباشا. وعليكم السلام. شو الأخبار؟ تمام. عم يقول تمام. كيف الغلة؟ شلون يعني؟ يعني شلون؟ ولك شو جذبتها؟ قديش الغلة يعني؟ مصاري قصدك؟ مصاري؟ لا والله البراغي، قديش البراغي اليوم؟ أنا براغي؟ لك أنا براغي عم تخاتلك كمان؟ شوف محدين أنا ما بتحمله بنوب، انفسه بكبت لك يا بقلب الهوندايا، عد فاهم أنت ويا أخي اتركني أنا ما بدي أقعد معه. تعال شو؟ هون هاد هون هذا الداحة شوفي لك ما ضل شي من الغلة ما قلت لك أنا لا والله ما قلت لي شو صار والله ما قلت لك لا والله لك مو قلبت الهونداي اليوم لا بس مسجلة ما صار لشي الحمد لله قلبت الهونداي قمت رحت صلحتها عند الصواج وعطيته كل شي مصاري معي وزاد له معي 3000 وعطيته هويتي رهن زاد معك 3000 ليش هو قديش قد علينا؟ زد له معي 3000 وعطته كل الغلة أنا وقديش الغلة كلها؟ غلة 120 الغلة 120 ورقة و 3000 دفعت له وزايد له 3000 ايه بس هيك لك سماح طبعا هالمرة مو نزير رح يقتلك انا بدي اقتلك يا كلب طول بالك يا معلم الكلب يا حقير ولا طول بالك ولك وشك بكسر لازم برجع لهون فهمت لك خالتي طول بالك الله يلعنه هالحيوان نفض لي بدني نفض هلا شوفي عنكم دفع بكره بنعطيهم كاسه لقلي على راسي بكره عنا دفع لاجار الورشه عم فكر روح لعند ابو كمونه قول له يأجل لنا مصاري شوي شو رايك؟ والله بتعمل زينه العقل تفضل هذا الشغل ايدي يسلم ايديك يا رب لك وليش الغات ولا شو المناسبه؟ ما في مناسبه انا وصبحي حبينا نحتفل فيكم يعني مو من حق الوحده تحتفل بخطيبه طبعا لازم تحتفل بخطيبه مشان خطيبه يحتفل فيها كمان معناتها شو رايكم طالما مبسوطين ومرتاحين انه نحكي بالجواز ايه والله انا جاهز وما عندي مشكله خالتي انا جاهز اموري على بعوث ايرات والمصاري مو مشكله اذا اضطرينا نبيع الهونداي صبحية قوم البسي لا ان شاء الله ما بنضطر نبيع الهونداي امروا لنا بكون ضابطة على 24 بس مو دغري عطونا وقت نجهز حالنا معناته بعد شهرين من هلا بتكونوا متجوزين باذن الله ان شاء الله ذكرني بعد الجوال عشان اختها بتغير لها جوال كولاس شو يعني لك انت؟ شو لك انت يا ريت؟